السلام عليكم تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي مع درس من دروس مادة اللغة العربية. سوف نأخذ حرفا جديدا، وعندما نأخذ حرفا جديدا نقوم بسؤاله ثلاثة أسئلة: اسمه، شكله، صوته، لكي نميز بين كل حرف، لأننا لا نستطيع تمييز كل حرف إلا عن طريق معرفة اسمه، شكله، صوته. حرفنا اسمه حرف الذال. حرفنا اسمه حرف الذال. ثانيا شكله، أشكال حرف الذال. لحرف الذال شكلين، وهما حرف الذال متصل. مثال كونفوزو، حرف الذال منفصل. مثال أوزونو، حرف الذال يتصل بالحرف الذي يأتي قبله ولا يتصل بالحرف الذي يأتي بعده. لماذا؟ هيا نعرف القصة. قصة الحروف الرفاصة. كان هناك رحلة مدرسية لحروف اللغة العربية، وجلس ناحية الشباك ستة أحرف، وهما الألف والواو والدال والذال والراء والزاي، وكان يقومون بصنع شغب وضوضاء. فقال لهم السائق: اجلسوا بهدوء. فلم يستمعوا، وعند أول مطب وقع الستة أحرف من الشباك، مما أدى إلى كسر ذراعهم، فأصبحوا يتصلون بأي حرف يأتي قبلهم وأي حرف يأتي بعدهم يقومون برفسه، لذلك سموا بالحروف الرفاصة. أيضا حرف الذال من الحروف اللثوية. هيا نستمع إلى القصة. كان هناك ثعبان متعب أراد أن يستريح، فقرر أن يستريح تحت شجرة في الغابة، وسمع صوت وهو يستريح ززز. فنظر أعلى الشجرة فرأى ذبابتين، فقرر الثعبان أن يصعد على الشجرة ويأكل الذبابة التي تصدر هذا الصوت. ونزل من على الشجرة ليستريح تحتها، سمع نفس الصوت مرة أخرى، فقال الحيوانات في الغابة: ظلمي ثعبان ذبابة، أي أن الثعبان ظلم الذبابة التي أكلها وهي لم تصدر هذا الصوت. ظلمي ثعبان ذبابة. هذه هي الحروف اللثوية: الظاء والثاء والذال. ثالثا صوت حرف الذال: ز ز. حرف الذال بالحركات القصيرة: ذال فتحة ذا، ذال كسرة ذي، ذال ضمة ذو، ذال سكون جزعو جزعو، والسكون علامة وليس حركة. هيا نستمع إلى قصة حرف الذال ونستخرج الكلمات التي بها حرف الذال. كان هناك فلاح اسمه ذكي، أتى ببذور الذرة وقرر أن يزرع محصول الذرة ويعتني به ويسقيه بالماء العذب حتى كبر محصول الذرة وأصبح لونه يشبه الذهب. وكان هناك ذئب جائع رأى محصول الذرة فقرر أن يأكل من محصول الذرة، فوجد طعمه لذيذ جدا، فأخذ ينزع محصول الذرة من الجذر، فوقفت ذبابة عليه فحاول أن يبعدها عنه، فتعلق ذيله في جذع فوقع وكسر ذراعه، وشعر بالذنب لأنه أخذ شيئا ليس من حقه، أنه أخذ من محصول الذرة وهذا ليس من حقه، وأن الفلاح الذكي تعب به كثيرا واعتنى بهذا المحصول كثيرا. الكلمات: ذال فتحة ذهبوا، ذال ضمة زوراتو، ذال كسرة ذئبو ذئبو، ذال سكون جذرو جذرو جذرو. إلى اللقاء يا تلاميذ الصف الأول الابتدائي مع حرف جديد من حروف اللغة العربية.